مشهد شهير للدكتور أكرم الشاعر هو في مجلس الشعب المنحل وهو يتحدث عن مصابي وشهداء الثورة وبكى وهو يتحدث، والكل كان فاهم لأنه نجله وابنه كانت إصابته خطيرة جدا. خلينا نشوف المقطع ده ومنه نبدأ محور جديد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا مش عايزين فلوس يا ريس، مش عايزين من حد أي حاجة، عايزين نشوف اللي قتلونا وقتلوا أبنائنا يعدموا، عايزين محاكمة حقيقية يا ريس. مجلس الشعب ده شكرا، تفضل بالحديث. تفضل يا رئيس. احنا بنخاطب الشعب المصري كله، بنخاطب كل الالوف وكل العقول، احنا عايزين نعمل دوله دستوريه حقيقيه. المحاكمه لغايه دلوقتي محاكمه هزليه، لغايه دلوقتي الاوراق مش موصوله. احنا مش عايزين يتحاكموا بالاسلوب ده، احنا عايزين محاكمه سياسيه، محاكمه سياسيه. الاوراق والمستندات أعدمت وأهدرت، ولو ترك الوضع للمحاكمة ربما ياخدوا هم التعويض، ربما هم اللي يطلبوا تعويض. احنا عايزين يا ريس، يا ريس عايزين مجلس الشعب ده ضمير الأمة، ضمير الشعب كله. أنا هحكي لك حكاية. في ناس كتيرة تتذكر ولم تنس هذا المشهد.